يعني من الحاجات اللي كنت بشوفها يعني انه ولادنا ما ينفعش ياكلوا طول الوقت. انا عمري ما فهمت الموضوع ده، ليه بيمنعوا جوه الاكل؟ الحصه او جوه الفصل؟ ايه المشكله؟ هي بتبقى بس ميزه شويه، احنا بنحب المدرسه فيها فكره التنظيم والالتزام. يعني انا برضو عنيت لان الاطفال الصغيره شويه ما بي يعني بنتي وهي صغيره فعلا ما بيبقوش ملتزمين قوي باوقات الاكل. بس هم بيعملوا سيستم، فمع الوقت بيقدروا ياخدوا السيستم ده ويلتزموا. وقت البريك هاكل فيه، بنتي بقت ملتزمه خلاص استوعبت. هي الفكره بس التيتشر تقدمها او المدرسه تقدمها بشكل حلو، يعني تعمل وتبقى مثلا في ليونه مع الاطفال الصغننه شويه وهم بيعملوا كده شويه يعني لحد ما. زي ما شفنا مع الامهات دلوقتي الكلام كله يا بسنت على فكره الرغي والصداع والدوشه و24 ساعه مسجز وتتبعت، دي حاجه مشتركه ما بين كل الامهات اللي بيبقوا موجودين في جروب المامز. طيب ليه احنا ما نحولش جروب دي لجروب بشكل كده منضبط؟ يعني انا عايزه حاجه بقولها في جمله، مش لازم ارغي كتير واتكلم. ليه ده مش عندنا؟ ليه دايما بنحولها لفكره ان انا زي ما سمعنا من كذا حد، رغي، صداع، دوشه، كلام كتير؟ بص هقول الحقيقه، احنا يعني الستات احنا بنحب الكلام، في وخصوصا لما تلاقي مثلا في بعض البيوت وفي ناس مشغوله بقى زي حالاتنا ملهاش في الكلام الكتير. انا من الامهات اللي ساكته، اشوف 200 رساله بسيبهم بعمل ريد واشوف انا عايزه ايه. وفي ناس حابه شغل مثلا هي ودي مش حاجه وحشه، هم ممكن يكونوا محتاجين تفريغ انفعالي. خلاص انا نفسي المدرسه تعمل جروب متخصص انها تدينا الحاجات الاساسيه. انا لو عندي الجروب ده اسمه تفريغ انفعالي. اسمه تفريغ انفعالي، اشكرك. هو ده اللي بقول، هي الامهات عايزه تفرغ فعايزه تخرج اللي جواها. المشكله ان ده بيأذي ناس، يعني بتأذي الام ممكن مشغوله مش فاضيه، مشغوله بتحدد وقت معين تقعد فيه، تحسي انا ما عملتش كل ده، انا واقع مني كتير. طب بيأذيها نفسيه. عشان كده بقول للامهات اللي زي حالاتنا اللي مش بتقدر تتكلم كتير، اقفلي على نفسك، لا مش كل حاجه تسمعيها تدخليها جواكي، خرجيها بره، مش شرط تسمعي كل ده. عشان كده قلت في الاول حددي انت عايزه ايه. انا مثلا كأم بقى بحدد انا داخله عايزه اخد الهوم ورك بتاع النهارده، عايزه اعرف خدوا ايه، عايزه اعرف الحاجات اللي فاتت بنتي، عايزه اعرف الحاجات اللي هكملها، خلاص خلصت. اي كلام تاني بقى انا عارفه الامهات محتاجه تتكلم، ده حقها ومن حقي برده ان انا اقفل على نفسي بالزبط. لانه ده بيأذيني، بيبقى في حاجات، في ناس بتتأذي، وكلنا لما بنسمع كلام وضغط كتير وممكن المدرسه ما فيهاش حاجه وانت اصلا اخترتها، كلام كتير على المدرسه وهم بيعملوا كده ليه، وانا بنتي لوحدها اللي مش فاهمه، اكيد كلكم مش فاهمين، حد يسخن حد على حد، فخلاص انا مش عايزه كده، خلاص ممكن نشوف مدرسه تانية يا جماعه. سيبونا قاعدين في المدرسه. فلا بالحقيقه بيأثر. عشان كده يعني انا نفسي المدارس تحدد جروبس معينه رسميه بروفيشنال، الناس تاخد منها اللي زي حالاتنا اللي مش فاضيين للكلام ده، احنا محتاجين الحاجات الاساسيه صدقوني هنلتزم بيها. واللي حابب بقى يعمل قعده جروب حلوه افرغ فيها انفعالي ممكن يبقى يعملوا الجروب ده، لانه بجد بيأثر على ناس كتير.